السلام عليكم. عليكم السلام يا الشيخ، اتفضل. كل سنة وحضرتك طيب. انت طيب؟ كنت عايز اسأل حضرتك، انا بقالي فترة كبيرة حاسس بخوفي من الدنيا وعدم راحة بال. انا كنت حافظ القرآن بس اهملت في نفسي وللأسف نسيت جزء كبير منه ومتقطع في الصلاة، وبحاول ارجع كتير بس بفشل، يعني مش بفشل، بقف ما بقدرش اكمل. الفترة دي بمر بظروف صعبة وخايف من الدنيا كلها وعدم راحة بال، وللأسف أنا عارف، يعني أنا عارف العقاب، يعني أنا مش متجاهل بالعقاب وخطورة اللي أنا بعمله، فأنا عايز حضرتك تنصحني إزاي أقدر أقف على رجلي كويس وأبقى مع ربنا كويس أكتر من كده. يعني مش فاهم. يعني انا يعني قاعد كلامك أنا حاسس بخوف من الدنيا كلها، ليه؟ خوف ايه السبب الخوف؟ مادي، خوف من، يعني مفيش راحة بال. ليه يعني ايه السبب؟ يعني أنا مثلا بعمل دبلومة، أنا تقصيري مع ربنا مخليني يائس من كل حاجة، ما لا، عنديش شغف إن أنا أمارس أي هذا من شغل. عمل الشيطان. حضرتك تنصحني قول لي أعمل إيه؟ أنصحك تقبل على أعمالك التي ترضي الله وتسأل الله الإعانة، ولا تيأس أبدا من رحمة الله. لا تيأس أبدا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونعم بالله، لا تيأس أبدا من رحمة الله، نعم. هذا الذي أنت فيه من عمل الشيطان. طب بالنسبة للقرآن اللي أنا ما برجعش عليه بقالي سنين كتيرة ده، راجع، استعن بالله، اجلس في المسجد بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، تذكر الله وتدعوه. ماشي، شكرا على الله الشيخ. يبارك فيك.